الحمد لله، الحمد لله فالق الإصباح، والحمد لله بكرة وعشيا وفي الغدو وفي الرواح. الحمد لله الذي وفده الحجيج الحمد لله الذي وفد له الحجيج من كل ناحية وساح، وجعل الحج والمشاعر مزادة للتقوى ومهوى للنفوس ومنهلا للأرواح، وجعل بيته المعظم حرما لا يستباح، وحما لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يشهر به سلاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده الأحد الحميد، لا شريك له ولا شبيه ولا نديد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد من حج البيت وطاف، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته الأسلاف ومن اتبعهم واستن بهديهم من التابعين والأخلاف، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، وصية الله للأولين والآخرين تقواه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصية الله لحجاج بيته تقواه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، شكر الله سعيكم وبارك خطوكم وأدام سعدكم، قد وطئتم أرض الحرم وتلبستم بالنسك الأعظم، واكتحلت عيونكم بمرأى الكعبة المشرفة، وبلغتم هذا البيت العتيق، وشرعتم في مناسك الحج، فلكم تزف التهاني ببلوغ هذه الأماني، والله المسؤول أن يتم حجكم وييسر أمركم وأن يتقبل منكم. فلله ما أهناكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب والخطايا، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيا لها من منحة تطرب لها النفوس المؤمنة، وتهون في سبيلها كل المتاعب والصعاب. أيها المسلمون في كل مكان، حجاج بيت الله الحرام، أيامكم هذه أيام عظم الله أمرها وشرف قدرها، وأقسم بها في كتابه العزيز، فقال جل شأنه: والفجر وليال عشر. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أخرجه البخاري. وعند الإمام أحمد: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. أكثروا من الأعمال الصالحة، وتزودوا من ساعات هذه الأيام ولياليها، فهي التجارة الرابحة. واعلموا أن لله تعالى نفحات، فاستكثروا من الصالحات، وتطهروا من دنس المعاصي والسيئات. إن العمر لا يعود، والموسم لا يدوم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، حجاج بيت الله الحرام، هذا هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي ضحاه يحرم من يريد الحج ويذهب إلى منى، فيصلي بها الظهر في وقتها قصرا، والعصر في وقتها قصرا، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها قصرا،
ويبيت بمنى هذه الليلة، فإذا صلى بها الفجر وطلعت شمس اليوم التاسع توجه إلى عرفات وصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يقف على صعيد عرفات مكثرا من ذكر الله تعالى متذللا بين يديه يسأله خيري الدنيا والآخرة، ويلح في الدعاء والرجاء في ذلك الموقف العظيم. فإن الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي. وفي ساحة الغفران في عرفات تخشع القلوب وتذرف العيون، تسكب العبرات وتقال العثرات وترفع الدرجات، ويباهي الله بحجاجه ملائكة السماوات ويقول سبحانه: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني غفرت لهم. عباد الله، ومن لم يكن حاجا فيستحب له صيام يوم عرفة محتسبا أن يكفر الله عنه السنة الماضية والباقية، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، رواه مسلم. فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وصلى بها المغرب والعشاء جمعا، ويقصر العشاء، ويبيت بمزدلفة تلك الليلة، ويصلي بها الفجر، ويكثر من ذكر الله ومن الدعاء حتى يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى قبيل طلوع الشمس. ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، ويتحقق ذلك بغروب القمر. فإذا وصل الحاج إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر الهدي إن كان عليه هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، ثم يتوجه للبيت الحرام إن تيسر له يوم العيد وإلا بعده، فيطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، فإن كان قارنا أو مفردا وقد سعى قبل الحج بعد طواف القدوم فيكفيه سعيه ذلك. ومن قدم شيئا أو أخر شيئا من أعمال يوم النحر فلا حرج عليه. ثم يعود إلى منى ويبيت بها ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمار الثلاث في كل يوم بعد زوال الشمس، ثم إن شاء تعجل في يومين، وإن شاء تأخر لليوم الثالث عشر، والتأخر أفضل، ثم لا يبقى عليه إلا طواف الوداع عندما يريد السفر من مكة. أيها المسلمون، ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مواطن يكثر فيها من الدعاء، حري بالمسلم أن يتحراها وأن يحرص عليها، منها يوم عرفة، وبالأخص آخر النهار وبعد صلاة الفجر بمزدلفة حتى يسفر جدا، وبعد رمي الجمرة الأولى، وبعد رمي الجمرة الثانية من أيام التشريق. وكذا الدعاء فوق الصفا والمروة، فاجتهدوا في تمام حجكم، واتقوا الله فيما تأتون وتذرون، وأخلصوا لله في عملكم وقصدكم، واتبعوا الهدى والسنة، واجتنبوا ما يخرم حجكم أو ينقصه، وعليكم بالرفق والسكينة والطمأنينة والشفقة والرحمة بإخوانكم المسلمين، سيما في مواطن الازدحام وأثناء الطواف ورمي الجمار وعند أبواب المسجد الحرام، واستشعروا عظم العبادة وجلالة الموقف. جعل الله حجكم مبرورا، وسعيكم مشكورا، وذنبكم مغفورا. أقول قولي هذا
وأستغفر الله تعالى لي ولكم.